بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الدارات المتكاملة، سنتعلم في هذا الدرس معادلة استمرارية التيار. نفرض أن هذه قطعة شبه المنصر، عندي هنا كثافة التيار المسلط على نظام وجه الخارجي مساحة، عندي كم يتغير طوله عندما تمر من هنا، إذا هو عندي volume الأريا مساحة الوجه ضرب التغير في الطول هنا دلتا اكس يعطيني الحجم بالكامل، يعني هنا عندي كثافة. برد اسلوب التكامل اسلوب التفاضل جي بي اكس بلس دلتا اكس ناقص جي بي اكس على دلتا اكس يعطيني هنا طبعا الفكرة. بعض الموضح هو اكس، لاحظ هنا عندي انه المربع الموضح هو اكس اكس رو ودلتا الاي تغير فيها المساحة وعدد الفجوات الموجودة في الصندوق، و اي جي بي على كيو عدد الفجوات تدفق في المربع عند الثانية الواحدة. في حالة الاستقرار عدد الفجوات تدفق في الصندوق في الثانية يساعد الفجوات تدفق خارج الصندوق في الثانية يساعد الفجوات تدفق التجميع في المربع في الثانية. يعني حالة الاستقرار عدد الفجوات تساوي الخارج، يعني يساوي هنا الطرف خارج الصندوق في الخارج زائد الداخل. إذا عندي بهذه الصورة A مساحة J، عندي هنا الكثافة X زائد دلتا X على الشحنة زائد A دلتا ال X P برايم على التاو بعد أن خرجت ناقص J P X زائد دلتا X ناقص جي بي الاكس على دلتا الاكس. لو انت عدت عملية حسابية بالكامل يعطيك كيو بي برايم على تاو. اذا وتساوي بهذه الحالة سالب، اشارة السالب لانه يخرج منها تغيير في الكثافة جي بي على دي اكس عبر المسافة يساوي الشحنة ثابتة على البي برايم على التاو على الثابت الزمني. تاو عمر التركيب من الفجوات. تقول المعادلة أن دي جي بي على دي إكس تساوي صفرا فقط في حالة عدم وجود إعادة التركيب. يجب أن تكون جي بي إكس أكبر من جي بي إكس زائد دلتا إكس لتزويد الفجوات المفقودة بسبب إعادة التركيب في المربع. المعادلة صالحة للأغلبية. المعادلة صالحة لكل النقاط الأغلبية والأقلية، مع ذلك في المسائل بشكل خاص تطبيق على ناقلات الأقليات. يهمني الانتشار على حامل التيار الأقلية ولكن ليس حامل التيار الأغلبية، ويمكن تجاهل مكون الانجراف. يوفر المحقق الثالث في نهاية هذا الدرس، ليس الكتاب درس، دليلا على ثبات الذات. لو نطبق مكافئ إلى جانب N من تقاطبي N عن طريق استبدال جي بي تيار حامل الأقلية بتيار الانتشار، إذا هنا يصبح عندي Q دي بي دي برايم برو على دي إكس سكوير يساوي كيو بي برايم على التاو. وهنا فقط بدلنا، هنا فقط بدلنا، لاحظ هنا بي برايم ماذا، يعني ماذا أصبحت بهذه الحالة، هو مشتقة الثانية للكثافة على بالنسبة للمسافة يعطيني هذه الصورة. إذا هنا يعطيني أن هذه المشتقة الثانية للكثافة بالنسبة للمسافة تساوي بي برايم على الدي رو على التاو رو، ولا تساوي من النهاية هي الأطول طبعا هنا الرو سكويرد بهذه الصورة. يعطى حرف رو إلى التاو إشارة إلى عمر إعادة التركيب في أشبه مصرات نوعين حيث تكون حاملة الأقليات هي الفجوات. استبدلنا دي 2 بي على دي إكس بي 2B على دي اكس سكويرد. هذا يفترض ان تركيز فجوه التوازن ليس داله في اكس، التركيز لا يتعلق باكس. معنى اخر يفترض ان يكون A متماثل، اذا لم تكن A واحده فان الرياضيات تصبح معقده. اذا وبالمثل ايضا يصبح عندي ال ان هي مساويه للدين ان على تاو ان. ان لها اطوال، يطلق عليها اطوال فتح وش الالكترون، لها تختلف من عدد قيم الميكرون الى مئات الميكرون اعتمادا على تاو تتغير قيمتها. المعادلة صالحة لأخذ الحاملات الأقلية لحسن الحظ، نضطر إلى حل معادلات الاستمرار لحاملات النقل ذات الأغلبية. هنا عندنا توزيع الأقلية والأغلبية على مستوى الناقل وشبه فيرمي. عندي 6 بالعشرة انحياز أمامي على دائرة،
وما هو طول الانتشار عند الجانب N أو عند الجانب B؟ هذا مطلوب مني. ما هي أكثرية التشويب وتشويب الأقلية وكثافتها على الأطراف؟ ما هي كثافة الأكثرية في جانب N؟ سكتش لنا حلو، سأترك هذا البرنامج الحاسوب غالبا نحن نحله. سكتش ذا انرجي دايجرام انكلودينج نوتس، هذه عندي معطيني هذه الثوابت ان تايب، عندي كثافة 5 × 10^17 لكل سنتيمتر مكعب، عندي الدي بي عندي هنا 12 سنتيمتر مربع في الثانية، في الثانية يعني عندي هنا acceleration، عندي هنا التاو الثابت الزمني له 1 microsecond، عندي في البيها وعندي في البي ان اي 10^17، الدي ان 36.4 سنتيمتر مربع في الثانية، تاو ان 2 microsecond. الآن سأقوم أو سأحل ايه دون الآن ما الذي يجب هنا من المعادلة تعلمناها ال بي دي بي تاو. إذا هنا عندي أنا في الطرف بي الدي بي معطى لي 12 سنتيمتر مربع في الثانية ضرب 1 microsecond يعني 10^6، طبعا يعطيك بأن الطول بهذه الحالة 12 سالب 6 تحت الجذر طبعا 3.5 × 10^3 سنتيمتر أو 35 مايكرومتر، 35 مايكرومتر بهذه الحالة. إذا أيضا هنا سنقوم به أو سنحل أيضا بالنسبة لل بي، ال بي الداو عندي 10^ عندي هنا 36.4 × 10^17 أو 36.4 × 2 مايكرو سكند تحت الجذر طبعا 8.5 × 10^3 ويساوي 85 مايكرومتر. لاحظ هنا الآن معلومة، لاحظ أن طوال الانتشار diffusion length هنا أكبر بكثير من أبعاد من أبعاد أجهزة الآي سي. الآي سي أغلب أبعادها هو لا تتجاوز 1 مايكرومتر. إذا هذه ملحوظة مهمة جدا عندنا، لنعرف فقط أن الانتشار يحمل هذه القيم لأنه انتشار خارج الجهاز. طبعا الآن نحل ب What are the injection excess minority carrier concentration at the junction H؟ أيضا على أطراف الجنكشن. لاحظ excess hole density on the inside B prime here P إنه الصفر E QV على KT سالب واحد، هو أعطي لي إن أي سكويرد على إن دي إي كيو في على كي تي ناقص واحد. قلنا سيليكون 10^10 × 10^20، الإن دي معطى لي 5 × 10^17، الجهد الذي أعطي لي أيضا أعطي لي بأنه 6 بالعشرة، أتذكر ها هو 6 بالعشرة، أعطي 6 بالعشرة على الجهد الحراري 26 ملي فولت، يعطيني أنه عندي 2 × 10^12 لكل سنتيمتر مكعب. هذه عندي الكثافة بالنسبة لي N، نفس المعادلة بالكثافة بالنسبة لي P، 10^20 × 10^17 يعطيني 10^13، طبعا هنا ناقص واحد نهمل لأنه لن يؤثر على القيمة، نهمل لأنه لن يؤثر على القيمة بطريقة كبيرة. طبعا هنا لاحظ هنا أهمية هنا يعني في هذه الصورة أهمية طبعا المعلومات المعطاة لي، لاحظ مهمة مهمة جدا من خلالها استطعت أن أحل المسألة. What is the majority carrier profile on the inside؟ أيضا مطلوب في ال inside charge neutrality requires P prime x يساوي n prime x. If charge neutrality is not maintained, then the charge would create an electric field. إذا لم يكن طبعا هو ثابت فإنه سيسبب مجالا كهربائيا. That would drive the majority carrier to distribute themselves. يدفع حاملات الأغلبية لتوزيع نفسها by drift سرعة الانسياق until charge neutrality is achieved. On the inside, electrons are the majority carrier.
في الانسايد الالكترون هو حامل الاغلبيه. اذا ان اكس يساوي ان ام الصفر زائد ان برايم اكس يجب ان تساوي ان دي زائد بي برايم اكس. اذا نقول ان 5 ضرب 10 اس 17 كما اعطيت لي زائد بي برايم اكس ان اي سالب اكس على ال بي 5 ضرب 10 اس 15. هنا مهم انا عندي جدا انا هذه الحاله عندي 2 ضرب 10 اس 12 2 ضرب 10 اس 12 اي سالب اكس حسب المسافه على ال بي 35 مايكرومتر كما وجدناها قبل قليل. نعود إلى هنا وهي موجودة عندي أيضا 35 مايكرو بهذا الشكل. إذا غير ما تكون كثافة الناقل الزائد أصغر بكثير من كثافة الحقل كما هو الحال هنا، وهذا ما يسمى بالحقل المنخفض المستوى. يعني هنا اعتماد على المسافة التي سوف يقطعها، لو عرفنا المسافة نستطيع أن نحل المسألة بالكامل. قلت أن دي سأتركه للحاسوب يحل. عندي إي في الإنسايد عندي إن في إي سالب إي إف ناقص إي في على كي تي بي إكس يساوي بي إن الصفر زائد بي برايم إكس. إذا إي في زائد كي تي هنا لو أنا حللتها طبعا آخذ ال إن لكل الأطراف يصبح أنا طبعا أنا عندي هنا ال إن بهذه ال إن ال إن يعني اترك حلها للطالب اي في زائد كي تي ال ان ان في على 200 زائد 2 ضرب 10 اس 12 اكسبوننت اكس على 35 مايكرومتر سيميلر تو بي سايد. ايضا بالنسبه للبي سايد ايضا اعطيه ناقص لان التدفق من عنده سوف يكون 10 اس 3 زائد 10 اس 13 اكسبوننت سالب اكس على 85 مايكرومتر بالنسبه للان سي. إذا في هذا الفيديو أحبتي تعرفنا على موضوع توزيع الأقلية والأغلبية في مستوى شبه الموصل، وتعرفنا على معادلة استمرارية التيار. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادك، وما تبخل من الشير واللايك والاشتراك في القناة كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.